السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في قناة النجم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. اليوم صليت مسجد ابن باز رحمه الله داخل الجامعة الإسلامية. كما ترون الطلبة يتبادلون التهاني والتبريكات بعيد الفطر المبارك. الله يعيد علينا وعليكم الصحة والسلامة. كل سكن الجامعة يوزعون هذه الحلويات بعيد الفطر المبارك. آمين وإياكم. آمين. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله تصورني ولا إيه؟ أصور الأشياء بس. ها؟ أصور الأشياء. خلاص. تصورني أنا. طيب أبشر. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير أخي العزيز. صحة وسلامة يا أخي. الله يديكم العافية. جزاك الله خيرا. هذا هو شكل الملعب بعد الصيانة. كما ترون هذا الملعب بعد الصيانة، ما شاء الله تبارك الله صار ملعب جديد. وهذه حلويات العيد من الجامعة مباركة. يقع هذا الملعب داخل الجامعة أو وسط الجامعة. هذا الباص يوصل الطلبة إلى المطار. الطلبة المسافرين إلى دولهم يركبون هذا الباص. وهذه هي إدارة الجامعة.